لازم نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إنشاء حساب انستغرام. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على انستغرام خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم انستغرام. هكذا نكون قد قمنا بحل مشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو قادم ان شاء الله.